الاستعدادات طيبة، وترأس اجتماع منذ يومين معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع القيادة العليا المنظمة لهذه الاحتفاليات واللجنة الأمنية العليا المسؤولة عن تأمين هذه المناسبة، وقمنا بوضع استعداداتنا بما يكفل سيرها بانسجام وبسلاسة مرورية وبمستوى أمني وسيطرة أمنية إن شاء الله نتمنى. بس أهم شيء العنصر المهم هو تعاون الجمهور معنا وتعاون المقيمين معنا لعدم ارتكاب أي يعني أفعال مخلة بالآداب أو مخلة بالنظام العام أو أمور يعني لا نتمنى أن نصل إلى عملية أن يعني نحيل أشخاص إلى سلطات التحقيق ولا كذا نتيجة ارتكابهم بعض الأخطاء أو استخدام بعض مواد الرش أو إيذاء الأسر. عليهم أن يعبرون عن فرحتهم بشكل حضاري وإيجابي، خصوصا أن كل وكالات الأنباء العالمية والصحافة العالمية والمحطات العالمية موجودة في هذا الحدث الهام لتلقي الضوء على تعبير أهل الكويت بهذه الفرحة العارمة لأعيادنا الوطنية وأعياد التحرير. فعلينا أن نكون يعني مستعدين، نحن مستعدين وإمكانياتنا طيبة.